ان كثير من التشريعات اقرت بتعاون السلطتين، لكن تعاون السلطتين لاقرار التشريعات شيء ليس كافي، لان اي قانون او اي تشريع حتى يفعل يجب ان تصدر لائحته التنفيذيه. الملاحظ والغريب ان كثير من التشريعات او غالبيه التشريعات المقدمه من قبل الحكومه لا توجد هناك حتى مسوده للائحه التنفيذيه لهذا القانون. على سبيل المثال قانون الخصخصه، قانون الخصخصه اقر في مجلس 2009، ولا اقدر اختزل انجاز فقط في مجلسنا الحالي، كثير من المجالس انجزت قوانين وانجزت تشريعات، لكن هذه التشريعات لم ترى النور لتاخر اللائحه التنفيذيه لهذا التشريع. فعندما يقر قانون في عام 2009 او 2010 او 2011، جاء هذا التشريع ليواكب التطور في العالم في الدول المحيطة. بعد 5 سنوات أو 6 سنوات ما تخلص اللائحة التنفيذية، راحت فائدة هذا القانون